السلام عليكم، ونتمنى يكونوا كيعجبكم لي فيديو على المدن اللي كنديروا في المغرب. وفي الحقيقه اليوم بغيت نشكر قناه ميدي ان تي في بزاف على هذا البرنامج، برنامج من دار لدار اللي صراحه برنامج ناجح، ماشي بي انا ولكن بلو كونسيبت ديالو اللي هو تيفرح الناس وتيدخل الفرحه على الناس، وصراحه الناس يتفاعلوا معاه بزاف. بغيت نشكركم نتوما اللي كتفاعلوا معنا في لاباج ميدي ان تي في، لاباج لو سيت ميدي ان تي في .com ولاباج على الفيسبوك www.facebook.com/ميدي ان تي في. شكرا بزاف لكم، وشكرا الناس اللي كنتلاقاو معاهم في الزنقه في اي مدينه مشينا كيهضروا لنا على البرنامج. دونك الحمد لله البرنامج ناجح، ولكن بكم، ونتمنوا ديما نكونوا في حسن الظن ديالكم ونكونوا خفاف عليكم، هذا هو اهم حاجه. شوفوا هاد الدار، شوفوا على الله. دونك راه نعاود نذكر بقانون المسابقه ساهل، وخصك تكون كتبع البرامج ديال ميديا. السلام عليكم، فين هي؟ السلام عليكم الحاج، عندك الفازه؟ دخلوا نشوفوا. الله يخليك، ندخلوا ولا لا؟ ماشي مشكله، الشريفه غير خيرنا ندخلوا نشوفوا التلفاز. قلت لك مسكينه الحاله حالتها، هاني احنا قابلين عليك كيما قلتي، ما احنا عندنا الكيران تيعل على جال مسكينه. ايوي هادشي اللي تيفرح لنا الحمد لله، تندخلوا عند الناس فريمون اللي محتاجين وتنفرحهم، هذا هو اهم حاجه. وزعما شي مرات ما تلقى ما نقول، تيلمون زعما الحاله كتكون شويه صعيبه، ولكن الحمد لله زعما هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. واش ندخلوا على الحاج؟ انا اصبر 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 اوكي اصبر. لا 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 الشريفه راه غتسالي الحلقه. نمشيو نمشيو، شنو نديروا الاخوان في الرباط؟ انا توا 15 سكوند، الا ما حلش دون 15 سكوند غادي نفرح الباب. ها يا جات. السلام عليكم حاجه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ شوفوا التلفازه عافاك. زيد لاله، بسم الله بسم الله لاله، زيدي فين هي؟ زيد الله يا ودي لاله، نقبلوا عليك ونفوت ونقبلوا عليك. اللي اجي ها هي ميدي ان تي في كاينه، شاعله الشريفه، شاعله شاعله شاعله، كلشي مزيان. اجي الحاج، اجي اجي الحاجه، سمك الله. حاده حاده، شكون كلشي بخير؟ لاباس عليك، ما تهجمنا عليك. لا لا مرحبا، لا لا والله لا مرحبا بكم. الله يطول عمرك. غادي نعطيك واحد السؤال على قناه ميدي ان تي في. كتعرفي برنامج قصه الناس؟ عرفتي؟ اي. شكون اللي كتقدموا؟ شنو سميتها اللي كتقدم؟ ما نعرف، انا ما كنعرفش، الدراري كيوريوني، انا ما كنعرف حتى حاجه. كتفرجي في قصه الناس؟ فين ولادك؟ كنتي بوحدك؟ ايوا ولادي راهم خارجين. خرجوا؟ ما عرفتي شنو مقدمه شنو سميتها؟ ما كنعرفش والله، ما كنعرفها شنو هي. كتفرجي في قصه الناس؟ كنشوفهم. والو ما عرفتيهاش؟ والو هذيك غير ذاك المرا، ذاك المرا اللي كتشوف هي اللي تتعرفي. صافي. ولكن انت الولد انت شي واحد الحاجه؟ يا ما عارفه ما والو، اميه وصافي. ما كاين انت واحد، سمح لينا الحاجه، سمح لينا، بغينا نربحوك، ولكن الحاجه راه القانون هو هذا، راه سمح لينا بزاف. اللي خطاك علينا ربي يخليك. سمح لينا سي دوماج، يلا نشوفوا دار اخرى، يلا نشوفوا دار اخرى، ولا ندوزوا لي كابسول، ولا شنو نديروا؟ يلا نخليكم امشي نشوفوا دار اخرى. مالوغوزمون هادشي اللي كيمرضني، كان مرض. نخليكم دابا مع لا فيديو الثاني على مدينه فاس، ورجعوا باش تشوفوا العائله الثانيه اللي غتربح معاها المراه. شوفوا الله يخليكم، خليكم مع ولادكم والديكم من تقرب البرنامج، خليكم معاهم باش تعاونوهم، راه سي نورمال ما تعرفش اسميه، سمحوا لينا بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي ديالك اسيدي؟ اسيدي مولاي الشريف العلوي. الله اكبر. العلوي كاين في الوراق ولا هادشي؟ عندي في الوراق مضبوط على حقه وطريقه، وداك الشيء هو هذاك. اسيدي ما كيقول لي غنسولك واحد السؤال على واحد المثل المغربي وتكمل واخا؟ اييه الا كان في المستطاع، والا كان شي نقول لك شي امثله اخرى عاوتاني انا. ما كاين حتى شي. يلا اللي وصل لبلاد غير بلاده؟ اللي وصل لبلاد غير بلاده؟ ما عرفتيش بالمعنى. بحال اللي ما عندوش البلاد. لا لا ما تمشي هو ذاك اللي وصل البلاد غير بلاده، خلى الهم لولاده، عقل عليه. يلا شي ما تبغيش تقول المغاربه. كيقول لك اللهم اقطر بلادي، اللهم اقطر بلادي ولا عسل بلادات الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو ديالك اسيدي؟ ابو الخير عبد العالي. شنو كدير في حياتك؟ سائق تاكسي. تاكسي كليماتيز؟ وكتعرف التاكسي واخا تكون كليماتيزي كيتسالي لها دغيا دغيا، كيتسالي والكليان كلشي كاين، باش دراري صغار كبار. الحمد لله على كل حال، كيف ما كانت الظروف مزيانه الحمد لله. الله يسلمك. نعطيك واحد المثل المغربي وحاول تكمل واخا. نعم. نيت العمى فعكازو فعكازو.
هذه شكرا. بارك الله فيك. الله يحفظك. شي كلمه بغيت تقول للمغاربه اخويا؟ اش كنقول لهم؟ مباراه رمضان مبارك سعيد، وكنتمنوا التوفيق للجميع. ودوي مريم ان شاء الله فرق عليكم. مرحبا بكم في الفقره الثانيه من برنامجكم قافله من دار لدار. ها انتم، انا يلا خرجت من الدار وجهت السيد هذا اللي هو خالته، هذيك السيده اللي كانت في الاول، قلت لي غادي نعاود نعطيك السؤال باش ما نضيعوش، حيت فريمون بغيتي تربح العمره، ولكن غنبدل لي السؤال. غنبدل لك السؤال، شكون هي الضيفه اللي كانت في ساعه قبل الفطور ديال هذه الحلقه ديال اليوم؟ اليوم ما تمحشش مناش سميتها لاله محجوبه. لاله محجوبه هرا لي الحاجه هذه عمره مودات لك من طرف قناه ميدي ان تي في. يلا صفق عليها واتسلام. الحمد لله الشيء صراحه الله يدخلها بالصحه والسلامه. اللهم امين. والله العظيم نقول للمشاهد يخليها لنا بركه. انا جيت انا واحد خلقت غادي قال لي عافاك عطينا فرصه، وديك انا ما بغيتش نضيعها صراحه، لان تستاهلي تمشي للعمره ان شاء الله. شي كلمه بغيتي تقولها؟ واش تفرجي في ميدي ان تي في؟ كتفرجي فينا شويه ولا انت اللي كتفرج؟ كتفرج تنتفرج برامج بطولات هنا وبرنامج ماتش مزيان، احسن برنامج تيعجبني كاع ميديا. حاجه ودعي معنا هذه باش تكمل الفرحه. هذه من طرف ميدي تيل ياك. هذه ميدي تيل فيها لاكارت، فيها كارت باش تعيط، باش يعيطوا لك من تكوني مسافره. الله مهم خليكم دابا. ها معلقك صك هكا هكا كعني صك وسيري واجده خليكني نعبرني فيك الحاج. شي دعوه الحاج الله يجزيك الخير. الحمد لله الله يسهل عليكم ويحفظكم من الافات ومن الحرام، يسهل عليكم رزق الجامع لكل شيء. الله يحفظكم. اول مره تمشي العمره؟ هاي هو شي ودن، هو كيودن ما عرفنا الخير. على قولت لك برشا دعوه زوينه ما يكون غير الخير. يعطيكم صحيحتكم ويحفظكم ويسهل عليكم رزق. انتم جميع المسلمين وليداتنا وليدات المسلمين يا ربي. من الحاج الله ما عندي الصحه والسلامه. ما عنديش سنان. ياك ما عندك سنان الحاج اش غديري بهم؟ تجي الله يهديك. الله ودي ما عندك سنان اش كيديروا كاع؟ علاش كيطلعوا كاع؟ الله ينورك الحاج. واش باقي عندنا الوقت؟ الله يخليكم في الروح. امين امين. واش باقي؟ شحال باقي عندنا الوقت؟ سالينا والحمد لله. اليوم الحلقه دازت زوينه بزاف، وشكرا للناس ديال فاس على الاستقبال. غدا ان شاء الله غادي نكونوا في مدينه تازه الى بغى الله. شكرا على التتبع ديالكم، وشكرا ميدي ان تي في فريمون. شكرا 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 على هذا البرنامج اللي خدتكم علينا. دونك نتلاقاو ان شاء الله غدا في مدينه تازه، وما تنساوش راكم عزاز.